الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا عندي بس سؤال لفضيله الشيخ. انا عندي بس معلومه، يا ريت الشيخ بس يصححها لي. ايوه. دلوقتي انا اعرف ان القرض بفايده حرام. تمام. بالنسبه لقروض السيارات، انا برضو من معلومتي ان البنك بيدخل في عمليه القرض دي كطرف ثالث. تمام. طرف ممول، مش مجرد ان انا مثلا بقسط للمعرض نفسه. فهل قصه القرض اللي المفروض البنك بيدخل فيه كطرف ثالث ده، هل ده حرام او لا؟ يعني حضرتك بتقسط للمعرض ولا بتقسط للبنك؟ بتاخد من البنك فلوس في ايدك تديها للمعرض ولا بتعمل ايه؟ ما هو انا معلومتي ان المعرض بياخد فلوسه كاش من البنك، وبعد كده البنك المفروض هو اللي بيقسط لي ثمن السيارة. انت بتتعامل بقى مع المعرض ولا بتتعامل مع البنك؟ هو انا يعني انا اللي اعرفه ان البنك المفروض هو بياخد فلوسه كاش. تمام. وبعد كده القرض اللي انا بدفعه بيبقى للبنك مباشره، كاني خدت القرض من البنك مباشره. يعني انا في وجهه نظري ان المفروض ان انا هي ان انا باخد الفلوس من البنك مباشره، كاني خدت القرض من البنك بدون ما المعرض بدون ما الذهاب للمعرض نفسه. تمام. ده السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه ل ان انا اخش في عمليه الحساب الجاري في البنوك. تمام. والحساب اللي المفروض ان انا اخد فيه فوائد. تمام. انا يعني لما جيت اعمل حساب في بنك ما قدرتش ان انا اخد فوائد، لاني بنظر لها من وجهه نظر ان انا باخد الفايده دي على اساس ان البنك بيشارك في اوجه استثمار. تمام. ومن اوجه الاستثمار بتاعته دي ان هو بيطلع قروض بفوائد، وانا لما باجي اخد ربح من البنك مباشره اعتبر ان انا بشارك في العمليه بتاعت القروض دي. فانا حته الفايده اللي انا باخدها من البنك حتى لو عملت ايداع لمبلغ من النقود في البنك، بحس ان انا الفايده اللي طالعه لي من البنك دي انا يعني شايف فيها وجه حرمانيه شويه، من حيث ان انا بشارك في عمليه القروض اللي بيستثمر حضرتك. بتحط ليه طيب؟ تمام. حضرتك بتحط ليه بقى؟ لا يعني المبلغ اللي الواحد بيحطه في البنك بحيث ان هو ياخد فايده عليه بعد كده. طب انا بحس ان انا بشارك في عمليه القروض اللي بتستثمرها البنوك دي. طيب ماشي يا استاذ، يعني عايز تعرف ده حرمانيه مدى حلو حرمانيه ده. طب الاول موضوع البنك والسيارات ليه؟ عشان انا بس بساله الفكره، هو بياخد من القرض من البنك قرض كده في ايده ويقوم مديه بتاع العربيات يعني، وهو يقسط للبنك، ولا هو بيقسط لبتاع السيارات وبتاع السيارات مدخل البنك طرف ثالث؟ دي تفرق ولا ما تفرقش؟ ما انا هقول لحضرتك بس حاجه. طبعا احنا عندنا رايين في المساله، هقول رايي انا الاول وبعدين اقول لك الراي الثاني. رأيي أنا في المسألة دي أن الطرف الثالث إذا دخل في البيع فقد أفسده وأصبح ذلك ربا. يعني إيه؟ أنا راح أشتري من المعرض، المعرض أوتوماتيكلي بياخد أوراقي ومستنداتي هو، وروح موديها على البنك وياخد فلوسه من البنك ويديني أنا العربية ويقول لي بقى أنت منك للبنك، فأصبح في طرف ثالث. أنا اشتريت من سين أسدد لصاد ليه؟ خلاص كده عرفت دي؟ وهذه المعاملة عندي أنا من وجهة نظر حرام، وهذه معامله ربويه ما بيختلفش عليها اثنين، هي مساله لف ودوران بس، انه بدل ما البنك يديني الفلوس ويديني شيك مثلا هو بيديكش فلوس، بيديك شيك ساعات بمبلغ بس مش باسمك، باسم كذا، وانت بتبقى ماضي عليه بتروح توديه للشركه. فده رايي. بعض العلماء بقى قال لك لا، ما دامت المساله فيها سلعه وما دام فيها مش عارف ايه ودام البنك هنا لا يعني، بس هذا راي مردود عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. برضو البنك كان ينفع يعمل المصلحه دي وتبقى حلال ويزود زي ما هو عايز بالطريقه اللي هو عايزها، لو البنك اشترى اجانس العربيات ده وهو اللي باع لي مباشره. طب انا دلوقتي اجانس العربيات اما بيقسط لي العربيه ده حلال ولا حرام؟ حلال.
طيب بأي تمن بقى يا عربية ب 100,000 ادهالك ب 300,000 حلال، لو البنك العربية ب 100,000 ادهالك ب 300,000 حلال، شوفي قد إيه، بس أنا باخد بالبنك مباشرة والعربية دي ملك للبنك، أو العربية دي ملك الأجنس العربيات، صالة العربية دي ملك مملوكة لصاحبها، فأنا باخد منه بأصلك وبمضي له هو على شيكات أو بمضي له على إيصالات أو يعني وتفر بقى أي حاجة أنا بتفق معاها، فبدي له الكلام ده كله، فأنا عايز أقول ده إذا كان اتنين بائع ومشتري خلاص، دخل طرف ثالث لا ما تعملش ما تشتريش. طيب والرأي الآخر بيقول إن فيها ان فيها ان مادام فيها سلعه وتقسيط وكده، ده تمويل. موضوع الحساب الجاري، هو دلوقتي حاطط فلوس في البنك والفلوس دي البنك بيستثمرها وبيطلع له فايده. لا الحساب إيه علاقة الجاري ما لهوش فايده، الحساب الجاري يعني زيرو فايده، ما فيش، انت بتحط فلوس ده بيخصم عليك، بياخد لا في حساب توفير وفي حساب جاري وفي حساب توفير، حسابات اخرى بقى بالتوفير. اذا كان الانسان يستطيع ان يستثمر امواله في خارج البنك، ما حدش بيعرف يستثمر أمواله خارج البنك يا فضيلة الشيخ. طيب مين بيعرف؟ طيب ست أرملة هتعرف تستثمر أموالها ازاي؟ خليني أقول القاعدة، أنا لما أدخل القبر هتسئل عليها. ماشي، ما أنا عارف، بس أنا بقول لحضرتك مش دعوة بعد كده، وأنا قاعدة أهو، ما أنا هتسئل برضو. أنت يا فندم لسه عمرك طويل، عايشة لا شوية. ممكن أدخل حالا، محدش عارف حضرتك مطولة، إنما إحنا مقصرين على طول قريب ومشي. لا والله، بس ما إحنا بنسأل، ما هو أنا حضرتك شغلتك تجاوب وأنا بسأل، فبقول لك إذا ما الناس اللي هم كتير قوي ما بيعرفوش يستثمروا فلوسهم بره. طيب. وشفنا الشركات التوظيف اللي بتنهب فلوسهم وتاخدها ويقولوا، وشركات اللي هي على اتنين موظفين ويقولوا هشغلها لك ويقوم نصب عليه. لا شوف يعملوا ايه، خليك معايا. انا بقول يعني شوف، انا احنا قلنا استثنينا من كل الكلام ده الارمله والمراه الضعيفه والفقيره والكلام ده كله، اللي ما تقدرش تستخدم الكلام ده كله تحط فلوسها، ما قلناش حاجه فيها. انما انا بقول الشخص زي الاخ اللي بيتكلم ده، الشخص الذي يستطيع ان يستثمر ماله في اي نوع من انواع الاستثمار، فوضع امواله في اي معاملات ربويه، هذا حرام خلاص كده. ده لو كان هو يستطيع استثماره، هو لا يستطيع استثماره. يعني مثال، انا مثلا راجل شيخ وبخطب وعندي خطبه وعندي كذا وعندي كذا، ما عنديش وقت لا اشتري ولا اخش في السوق ولا اتعامل مع الناس ولا بتاع، بس حاسبي شويه عشان خلصنا خلاص اتفضل. فبتحط في فلوسك في البنك، تيجي في النقاط الخلافيه. خلصنا يا استاذ الدكتور، ماشي يا استاذ الدكتور. طيب شكرا فضيلة الشيخ أشرف الفيل، مكملين مع بعض إن شاء الله. ربنا يدينا ويديك طولة العمر والصحة كده، ويدي كل الناس اللي بيتفرجوا علينا. شكرا.